السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد وآل سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الأطهار أجمعين يا رب العالمين. اليوم تصويرنا منطقة عمر إفلري. طبعا عمر إفلري جهة البحر، يعني عمر إفلري جهة البحر. هاي المنطقة هي تقريبا قضاء لا تكون كلها سياح، يعتبر قريب على البحر، من متنزهات البحر يكون كلش قريب عليه، حتى السبح به، يعني بلاجات السبح. اشوفكم مناظر اول شيء، وبعدين احكي لكم عن الاجارات والبيع بهالمنطقة. طبعا هاي المنطقة مطلة، يعني شوف هنا، هاي المنطقة مطلة كلها هنا، مثلا على مقابل البحر قازينوات والشقق مقابلها. هذه هي عمر إفلري، شوف البحر حتى سبح يكون ناس تسبح هنا. هذا الجسر المعروف اللي بعمر إفلري، هذا منظر البحر هنا. شوف كله قازينو، محلات مقابل البحر، متنزهات على حدائق. بالنسبة لأجاراتها، حتى الشقة الفارغة اللي بيها، طبعا اللي مباشرة اللي على البحر تلقيها حتى ب 1500 أو 1600 ليرة الفارغة، نادرا تحصل أرخص. يعني أنا أحكي لكم على السيستم مالتهم كأجار. المؤسسة خليها ببالك تبدي 2500 ليرة وانت صاعد، اللي هاي مباشرة على البحر 2500 و 2000 ليرة. والبيع مالتها طبعا نفس الشيء، البيع اللي قريب على البحر غالية، يعني 50,000 دولار 60,000 دولار، واللي كل ما تبعد عمارة شوية تقل، بس على العموم ماكو أقل من 40,000 أو 45,000 دولار بهالمنطقة بالنسبة للشراء. متنزهات طبعا للكبار، للأطفال همينة بيها، يعني أطفال تلعب، احنا نسميها بالعراقي نسميها المراجيح. هذا الجسر معروف، هذا على طول الساحل، طبعا يمتد من يم كاريولاري المنطقة. هذا الساحل يمتد من كاريولاري، أنا مصورة مرة بدينيز إفلري قريبة عليه، ويجي لحد عمر إفلري، وهاي كله يعني ولعتكم كله هيك شيء. شوف هسه هذا البحر، وهذا الجسر اللي طبعا جسر معروف، يعني منطقة حلوة هادئة. طبعا المعلومات شوف هسه الصبح هنا كلش هادئة، ماكو هوسة، حتى المتنزهات مالتها من يصيرون بيها مثلا اطفال يجون وعوائل ما بيها هوسة. فد تنويه صغير بالنسبة لل بين القضاء الأتوكوم وبين بلدية الكاظم. قضاء الأتوكوم اكو ناس مثلا يحسب الحساب، من تجي الفاتورة يشوفها غالية يقول لك ليش غالية؟ تعرفون هاي المنطقة منطقة حديثة، يعني منطقة هي مستحدثة، فاعتيادي الفاتورة تجي بيها أغلى شوية، فاتورتها تكون أغلى. يعني إذا أنت نفس الخدمة تفتحها، لنفرض الكهرباء، أنت تفتح كهرباء مثلا كانت في بلدية الكاظم، يعني قاعد يم سوق السبت، يم الميدان، يم ليمان، يم مول بياض، يعني هالمكانات اللي هناك صايرة على بلدية الكاظم، مثلا نفس الخدمة تفاتح على قلوب، على ثلاجة، على كذا، نفس أجهزتك، وتيجي هناك مثلا 200 ليرة لنفرض، هنا تجي مثلا 300 ليرة. ليش؟ هنا طبعا ساعاتهم حديثة، البناء أحدث، فاعتيادي تصير أغلى شوية. يعني هذا قياسا من الساعة اللي شدوها، يعني بالمستقبل مثلا بلدية الكاظم يصير بها إعمار وتجديد بالكامل، نفس الحالة راح تكون، همنا راح تكون الفواتير مالتها طبعا تصير أغلى. ها
هذا الجسر اللي معروف بعمر عبيري، شوف هنا يصيدون سمك. اعتقد هذا الرجال صاد سمكه، شو ما ادري، راد يتوقع سنارته صاد له سمكه صغيره. هاي صغيره السمكه صادها، مونسين نفسهم الشياب هنا. السلام عليكم. طبعا يردون السلام بالعين. عندهم طبيعة حلوة بالسلام، بس احنا بالعراق عندنا او العرب معروفين من نسلم بصوت عالي السلام عليكم، والاخ يرد لك عليكم السلام. هنا من تسلم عليه يباوع عليك هيك بعينه، يغمز لك يعني. احلى شيء مو هاي بالاتراك، يغمز لك. هاي نفس الشيء بعد الجسر كله، أنا ما أريد أمشي أتقدم للأمام لأنه هو نفس المنظر يعني، كله بحر. حبيت أصوركم. هاي هسه عندنا هنا هاي البلاجات، شوف هسه كنا أنا عائلة جايبين ابنهم يسبح. منطقة حلوة طبعا. هاي المترو مالتها يبعد مسافة خلينا نقول 250 متر إلى 300 متر مشي، من تنزل من الترامفاي تتمشى 300 متر خلينا نقول تيجي باتجاه البحر. منطقة هادئة، عمر إبلري معروف، مو بس عمر إبلري، هي كلها منطقة هادئة لا تكون. بس تركيش عندك شوية صارت مو مثل قبل يعني، بالنسبة لضجيجها أسواقها قامت تكثر بيها الأسواق، مو مثل عمر إفلري ولا مثل ميمار سينان أو أتكون بلدية. تعرفون كل ما يصير زخم بمنطقة شوية يصير حركتها أكثر، احنا نسميها الهوسة تصير أكثر. عمر إفلري بعدها من ناحية، شوف هاي البنايات مالتها بعدها جديدة مرتبة، التنزهات مالتها مرتبة وأهدأ تقريبا. طبعا هاي بالصيف اكو عوائل تجي يسوون غدا يسوون كذا، يجون هنا. المعلومات هنا يم البلاجات، شوف هسه هاي المكان، شوف هسه هاي اكو هنا هذا المكان اذا منتبهين عليه. هذا هاي مثل الكشك الابيض اذا شفتوه، هذا شنو هذا؟ مثلا انت تسبح هنا بالمي وتطلع هاي كلها رمل، تروح بهذا مثل الحمامات، تروح تغسل نفسك يعني من التراب من كذا وتبدل هدومك عادي يعني. اكو تواليتات عامه، فمساله طبيعيه يعني. واي استفسار أنا حاضر، الرقم راح تشوفوه بالشاشة طبعا بالوصف موجود، زائدا بالتعليقات أرد عليكم، ما أقصر وياكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.